أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. أحسن. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا مكانا. قال معاذ الله ربيت. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. In the same tone. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ما شاء الله. أحسن. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. نعم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ما شاء الله. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. You need to hold the voice here. Use this part of your mouth. This is called the side gums on the letter of Dod. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Little blown sound coming in the door. Like you see the blown. وبيضت. That's wrong. You don't need to use your lips when you're pronouncing the dot.
you only use the middle part of your tongue touching the side gums. And sound should be like this, fly, like this, not like this, not like a balloon. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ما شاء الله أحسنت صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله keep it up ما شاء الله doing good just do not breathe from the nose breathe from the mouth and hold it here okay take the deep breath and then control on your voice and your breath and the mud and the gunnas and how to translate the voice how to make the lyrics, okay? Control on it. And how it will come? Only when you have a control on your breath. Okay? Jazakallahu khairan. Ahsanta.